هل بلع ريق زوجتي أثناء تبادل القبلات في نهار رمضان يفسد صومنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أما ابتلاع أحد الزوجين ريق الآخر فهو مفطر، لأن الصيام يفسد بكل ما وصل إلى الجوف، إلا في أمور نص العلماء على اغتفارها، مثل غبار الطريق وغالب الذباب وغبار الدقيق ونحوها، وكذلك ريق الإنسان نفسه فلا يفطر لتعذر الاحتراز منه. وعليه فمن ابتلع ريق غيره عامدا وهو صائم فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء عند الجمهور، وعليه الكفارة مع القضاء عند المالكية في العمد، والقضاء فقط في النسيان، والله أعلم.